بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الدرس 12 من سلسلة دروس حول تقنية ديف إكسبرس جريد فيو حصرا. إذا في الدرس الماضي تحدثنا عن الفوتر بانل وعن الفوتر سيلز داخل الفوتر بانل، طبعا باستخدام الأدوات الموجودة أمامنا أو باستخدام الجرافيك يوزر انترفيس. أما اليوم أو في هذا الدرس إن شاء الله سوف نقوم بتطوير هذه الفكرة من خلال الكود أو من خلال الأكواد. طيب جميل، إذا نحن فهمنا أنه الفوتر بانل بيظهر، نقدر نحن نظهر بداخله مجموعة من الفوتر سيلز. كل فوتر سيل ممكن يحمل مجاميع أو إجماليات لحقل محدد أو لأكثر من حقل في الجريد فيو. طيب من خلال الكود كيف بتصير العملية؟ حوقف على الفورم، اضغط عليه مرتين بالحدث لود، ماشي الحال. ومن ثم إذا بتلاحظوا نحن اشتغلنا من خلال الكود للجروب رو، استخدمنا الكلاس اللي هو الجريد جروب سمري ايتم. أما الآن المستهدف من عملية السمرايزيشن، خلينا نعبر عنها، المستهدف هو الكولوم، ماشي الحال، الكولوم وليس الجروب. الهدف هو الكولوم. إذا في عندنا كلاس هون اسمه جريد كولوم، اسمه هي هون سمري ايتم، ماشي الحال. هنعمل انشيلايز لإله، نسميه ايتم 1 يساوي نيو جريد كولوم سمري ايتم بهذا الشكل. طيب اول شيء خلينا نيجي نستهدف اولا الحقل اللي هو الايج. طيب جي في امبلوي دوت كولومز، طيب شو اسم الكولوم؟ اسمه ايج. اذا بتلاحظ هون لو نوقف على الكولومز بياخد شو، هات نفتح هون باكت، بس نفتح الباكت، لاحظ اما بياخد الاندكس كانتيجر للكولوم او بياخد اسم الكولوم اللي هو نوعه string، field name string. حطوا انا هختار الفيرجن الثاني. طيب حنحط هون عنا ال age، ومن ثم dot summary dot add، نفتح براكت. مجرد ما افتح البراكت هو عم بيساعدني، عم بيقول لي انه في عنا هون property نوعها enum اللي هي summary item type اللي بقلبها السوم والكاونت والافريج والماكس ماكسيموم والمينيموم وغيره. فاختار اول شيء، لانه هون لاحظ بالاد شو بياخد، بياخد بالفيرجن الاول، خليني ارجع باك، لاحظ بالفيرجن مثلا ناخد افضل فيرجن. طيب ليك شو بياخد؟ بياخد السمري تايب وبياخد اسم الحقل وبياخد الفورمات للقيمة. طيب جميل، نحن حنختار الفيرجن رقم 6 اللي هو ديف اكسبرس. اول شيء سمري تايب، حناخذ السم، ومن ثم حناخذ اسم الفيلد حنحطه نوعه سترينج، واخيرا حنحط الديسبلاي فورمات، نحط مثلا عندنا هون سم بيساوي مثلا 0. طيب جميل، اذا هلا عملنا ستارت، خلينا نشوف النتيجة. طبعا هلا مش حقيقة، ظهرت عنا النتيجة الصم بيساوي 195 بهذا الشكل، 195. جميل. طيب جميل، إذا جينا نالو جي في امبلوي دوت كولومز، أو خليني أقول في حال أنا مثلا حبيت إني أظهر هون، حعمل أرجع ستارت مرة تانية. هون ظهر عندي الصم بيساوي 195. في حال انا مثلا حبيت اظهر اكثر من تايب، ماشي الحال، من سمري تايب للحقل، يعني مثلا نحن التايب اللي حطيناه هو صم، يمكن مثلا انا بدي اظهر كمان الافريج، يمكن بدي اظهر الماكسيموم، يمكن بدي اظهر الكاونت الى اخره. طيب هون ساعتها بده يصير في عندي هون مولتي فوتر سيل للحقل الواحد. هاي العمليه كيف بتصير؟ بكل بساطه طبعا من خلال الكود، حاخذ انا نفس الكود اللي عندي هون، اعمل له كوبي بيست. مثلا هون الايج عندي، وخليني احط كمان بعد واحد، احط انا بدي السمري تايب هون هو الافريج، وبدي هون الماكس، هذا الماكس حط هون بالديسبلاي فورمات افريج،
وهون ماكس بهذا الشكل. طيب هات لنشوف اذا عملنا ستارت شو النتيجة بتطلع. لاحظ اعطيني الصم بيساوي 195، الافريج 24.375، والماكس بيساوي 35. جميل، ماكس هيدا عنا اكبر قيمة عنا هون بالايج هي 35 بهذا الشكل. كذلك الامر لو حبيت انا اضيف للتوتال بنفس الوقت كمان اكثر من سمري هعمل كنترول سي انزل شوي لتحت. مثلا فينا هون نحط مثلا كومنت نقول مثلا هون ايج سمري، ماشي. هون مثلا فينا نحط توتال سمري بهذا الشكل. طبعا هون حط انا التوتال الحق المستهدف هو التوتال، كنترول سي كنترول في كنترول في هون كنترول في هون كنترول في هون كنترول في بهذا الشكل. بنعمل ستارت ونشوف شو حيطلع عنا. جميل، كمان نفس الفكرة. هلا هون بيشتغل مثلا 10 20 50 أو 50 مثلا 60 2 مثلا وهكذا. إذا نحن بإمكاننا أن نضيف summary type أو نضيف footer cell واحد للحقل الواحد، ممكن نضيف له أكثر من cell نعبر عنهم بالمولتي فوتر سيل لكل حقل على حدة في الجريد فيو. بتصور هذا كافي بالنسبة للفوتر بانل. إن شاء الله ممكن بدروس مقبلة نحكي مثلا عن عمليات تنسيق للفوتر بانل، ممكن نضيف مثلا صور على الفوتر بانل، ممكن نضيف مثلا ألوان ماشي الحال على الفوتر بانل، وإن شاء الله بالدروس المقبلة. هلا أهم شيء نفهم فكرة الفوتر بانل انه نستفيد منه بعملية المجاميع او عمليات الاجماليات وغيرها لكل حقل على حدة. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.